استاذ ايه يا حبيبي؟ بيقول لك في 5 نصايح عشان الانترنت يبقى اقوى. ايوه انا هجرب اعمل كده برضو في البيت عشان النت عندي ضعيف قوي. الحوار بتاع واتساب الجديد ده جربتيه؟ لا بس انا جربتيه. جربتيه في جروب العيله مثلا دي بيها كده جروب الشغل مثلا. لا تعملي معايا كده يا لولو؟ لا والله افتح اليوم. هو بوب انت مش معانا ليه؟ مش فاضي قاعد بلعب جيم بصراحه، وبعد كده انتوا عاملين بتهروا وبتاع وانا احنا بنراجع مش داخلين حاجه. هقول اللي مكتوب وشكرا، مش هنخرج عن اللي مكتوب. لا في الكريتيفيتي ان شاء الله يعني. ما هي دي كريتيفيتي. احنا من امتى بنقول كده؟ يعني مش مكتوب لك بعد ما مش عارف ايه في الضحك هنا ها 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 وكده مش مكتوب. لا مش مكتوب. لا لا بس احنا برضه هنقول في المصلحه. ماشي عشان نخلص. انت على الله حكايتك اصلا يا بوب. والله وهي هتتكلم بقى تسال الناس هتقول لهم الرواتب فين؟ ما انت قريت اول سكريبت. لا ما انا عايزها جالي زي ما جت بس انا لو انا ما ذاكرتش شغلي قفل الامتحان. طب ممكن اقفل ام الليفل بقى عشان انا واقف في حته. اتفضل يا استاذ. بصي هو كمان لما احمد جروب يجي كده نعمل حلو فعايزين بقى مصر ومش عارف انا مثلا بحب ايه اها اها عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي فيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليل أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دمتك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، يا رب كده دايما تبقوا سعداء ويعني ده هدفنا. عيش سعيد عيش فرحان عيش دايما كده بوزيتيف وخليك دايما مبسوط وبتضحك وفرحان. طبعا معايا اكتر 2 بوزيتيف عرفتهم في حياتي. مساء الفل. ما شاء الله البوزيتيفيتي بتشاع. الله اكبر. لا لا الحمد لله النهارده يوم جميل حافل يوم سكر. لا حافل طبعا. لا الحمد لله احنا دايما في عيش سعيد وعارفه بقى اللي هي بقى برنامج مختلف جدا برنامج مش عارف ايه احنا نخلي الناس تقول كده بس انا من وجهه نظري المتواضعه اللي قد كده ان احنا الحمد لله مختلفين وغير الكل وان شاء الله دايما هتتبسطوا معانا ودايما هتلاقوا الجديد وهتلاقوا المجنون وهتلاقوا المختلف. يعني فين في الدنيا مذيعين البرنامج بينزلوا الشارع؟ فين؟ فين؟ فين انت قولي لي؟ انا بس بحاول افتكر. فين يا سهى؟ فين احنا سهى نايمه؟ انا كنت معسله بس القهوه حلوه قوي بقى اسكتوا وقرب. بمسي عليكم وبمسي على كل اللي بيشوفنا النهارده. عندنا كلام كتير وترندات واخبار وكمان عندنا ضيف هيغني وهيبسطنا وهنغني معاه وهنسقف معاه وهننبسط ومش هنقول مين هو نخليها لاخر الحلقه. مفاجاه كده اخر الحلقه. وكمان غير الاخبار والترندز اللي عندنا النهارده في موضوع جامد جدا ويعمل جدل انا متاكده بينا وطبعا بين راي الناس في الشارع. بعد سن ال 21 سنه تحب انك تستقل بعيد عن اهلك ولا تحب ان انت تكمل وتعيش مع اهلك؟ فالموضوع ده برضو هيعمل ده موضوع شائك. هيعمل كلام كتير والاهالي هيتخانقوا معانا واحنا نتخانق معاهم ولا يعني ولا خناقات ولا اي حاجه خالص احنا غلابه. ايوه. طيب احنا نتكلم النهارده عن او هنبتدي يعني بالكلام عن السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا يعني مفيش حد في الدنيا في العالم مهما كانت وظيفتك ايه سنك ايه يعني بتقبض بين جنيه ل1000 كل الناس مع السوشيال ميديا. جنيه ل1000 دي غلبانه من جنيه المليون مفيش حد ما بيستخدمش السوشيال ميديا. ايوه بس مش من جنيه ل1000 دي احنا 2022 من 1000 ل10000 انا قصدي مجازا يعني ده انت ما بتسيبش اديها فرصتها بقى. اديها فرصتها واديني انا كمان معاها يعني. لا انتوا خدوا فرصكم. انا اقول لكم على حاجه انا الحلقه دي هشتغل بروفايل صامت. دوسوا على دماغي كده يعني. واقلبوه صامت غريبة. او دوسوا على دماغي انزل تحت جنب الساعه والسماعه. ما نقدرش يا بوب ما نقدرش نستغنى عنك. طبعا احنا بس بنقول كده عشان نرضيك كده وترضى عننا لاخر الحلقه. الله. طب طالما الموضوع كده نطلع فاصل بقى ايه؟ ايوه نطلع فاصل يعني. انتوا ليه بتركزوا فانا اوقات بروح وباجي مع نفسي في طب بس